بسم الله أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي طلاب الأزهر الشريف، أهلا وسهلا بكم. ورجعنا لبعض تاني يا أولاد في الامتحان الثالث من كراسة المعاصر المراجعة النهائية. ما ننساش نعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة. يلا نبدأ على بركة الله يا أولاد. الامتحان الثالث، بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال في الامتحان يا أولاد هيكون listening. Listen and choose the correct answer. Where is Zia? He is in his classroom. How many laptops are there in the classroom? Two laptops. Complete the following dialogue. Ahmed is asking Ala about his favorite sport. أحمد يسأل عن ألاء عن رياضته المفضلة. دايما يا أولاد في الديالوج نرى الديالوج كله بالكامل علشان ممكن يكون سؤال زي كده. أحمد what's your favorite sport؟ ممكن أنا أجاوب فوتبول. أبص يا أولاد ألاقي الكلام بيتكلم على إيه؟ هاندبول. My favorite sport is handball. رياضتي المفضلة كرة اليد. I practice it three times a week. أنا أمارسها 3 مرات في الأسبوع. How often دي أداة استفهام يا أولاد معناها كم مرة. Do you play it؟ نكتب play it صح؟ تكتب practice it صح يا أولاد اللي أنت عايزه. كم مرة do you play it؟ How often do you play it? How often do you practice it? Where? عايزين إجابة يا أولاد. Where do you practice handball? I play it at the club. طب أنا مش عايز أكتب play يا مستر، أنا عايز أكتب practice. اكتبها. I practice it at the club. Choose the correct answer. A is a big strong building from the past. من الماضي. ايه ده يا اولاد؟ مبنى كبير قوي. ده يا اولاد كاسل. التي سايلنت يا اولاد كاسل يعني قلعه. كاسل قلعه وحصن. ات ذا كامب في المعسكر يا اولاد. وي سليب بننام فين يا اولاد؟ ان اتند. فين يا اولاد؟ ان اتند. I bought a lot of from London's shops. اشتريت ايه؟ سوفينيرز هدايا تذكارية. Where؟ في السؤال يا أولاد did لازم الفعل يكون في المصدر. Verb one بدون إضافات. Where did Andy go؟ ما ينفعش يا أولاد went. لازم تقول في السؤال go. في الإجابة احكي went. Where did Andy go last summer؟ حد يقول لك لاست سمر اختار وينت. لا وينت في الاجابه مش في السؤال. ات سكول في المدرسه. وي نحن يا جماعه. وي دو ا لوت اوف اكسايتنج بروجكت لاست يير. لا يا اولاد لاست يير العام الماضي يبقى انا حليتها دو. لا ارجع تاني يا اولاد واقول ديد بسبب مين يا اولاد؟ بسبب لاست يير العام الماضي. Read the following then answer the question. I am Nada. I live in Hargada. أنا بعيش في الغردقة. By the Red Sea. I am in preparatory one of أول إعدادي. My favorite subject. مواد المفضلة are science and home economics. والاقتصاد المنزلي. I أنا هيسألنا على I يا أولاد. أنا مين يا جماعة؟ أنا Nada. I have science and math in the first lesson every day, but I only have home economics on Tuesday. I always do my homework before, قبل I have dinner, قبل أن أتناول عشاء. I usually have a light dinner, a cheese sandwich or some vegetables. I usually have a shower and serve the internet on my mobile phone. I sleep at 10 p.m. but before sleeping I prepare my uniform and my school bag. What does the underlined pronoun I refer to?
ماذا الضمير اي يشير الى؟ احنا حكينا اولاد اي، مين كان بيقول اي يا اولاد؟ ندى. ندى الاجابه، بكتب ندى. واتس ندى's favorite subject؟ عايز جمع يا اولاد. ما هي مواد ندى المفضله؟ هي حكت يا اولاد، قالت ماي، انا اقول هير حق البنت، هير اتش اي ار، هير favorite subjects are science and economics and home economics، اقتصاد منزلي. Her subject أو ندى's favorite subject are science and home economics. What do you think ندى's why؟ لماذا؟ Why do you think ندى's mobile phone is useful؟ لماذا تعتقد أن الفون موبايل ندى مفيد؟ فين الجزئية ولازم تتكلم على الموبايل؟ قالت يا جماعة أهو، سيرف ذا إنترنت أون هير موبايل فون. شي سيرف ذا إنترنت أون هير موبايل فون. ندى جوز تو بيد آت، ندى تذهب إلى الفراش. الساعة كم يا أولاد؟ at 10 sleep، أي يا أولاد sleep تنام، at 10 p.m. p.m. مساء، a.m. صباحا يا أولاد. ندى does her homework، ندى تعمل الواجب before she has dinner. أهي يا أولاد فين في القطعة؟ أنا بعمل الواجب before، before قبل، after بعد. يلا نرتب يا اولاد جمله طويله. الاولى reorder the word in to make correct sentences. جمله خبريه يا اولاد، هي هو is، بعد is يا اولاد عايزين الفيرب بلس اي ان جي. هي از تشارجينج، هو بيشحن هيز فون، الفون بتاعه ازاي يا اولاد؟ with بي a phone charger. Again, he is charging his phone with a phone charger. The whiteboard, فين whiteboard يا أولاد؟ is next to the student's desk. The whiteboard is next to student the student's desk. الوايت بورد، السبورة البيضاء، تكون قريبة من ديسكات الطلاب. The baby is، عايزين اي ان جي يا اولاد، sleeping at the moment. The baby is sleeping، امتى يا اولاد؟ نايم امتى؟ at the moment، في هذه اللحظة. The park، فين البارك يا اولاد؟ The park is in front of my school. The park is in front of my school. Writing. Write a paragraph of about five sentences. اكتب paragraph، اكتب فقرة من خمس جمل. On your favorite subject، مادتك المفضلة. احنا يا اولاد هنختار مادتنا المفضلة English. تعالي يا اولاد، في هو كاتب لي الموضوعات كلها، المعاصر، شكرا كتاب المعاصر يا اولاد، وكاتب الايميلات وكاتب الباراجرافات كلها يا اولاد. تعالي يا اولاد نشوف ايه الماده المفضله عندي. احنا اتفقنا يا اولاد ان مادتي المفضله هتكون انجليش. تعالي يا اولاد نشوف ايميل مكتوب عن مادتي المفضله. اوكي يا اولاد، اهو ده ايميل يا اولاد. انا هاخد الكلام المكتوب يا اولاد عن مادتي المفضله، عشان الوقت يا اولاد مش هنلحق نكتب. اهو مادتي المفضله،
سوري يا ولاد. وي ستادي، يلا يا ولاد، اهي ماي فيفرت سبجكت. وي ستادي، ابدا يا ولاد، انا كتبت العنوان ماي فيفرت سبجكت. وي ستادي، نحن ندرس، مش هنكتب يا ولاد هاو ار يو الكلام ده. وي ستادي ميني انترستنج سبجكت ذيس يير، بات ماي فيفرت سبجكت از انجلش. I have English every day at school. My English teacher is Mr. Ayman. He is very kind. He helps me a lot. I have an English test weekly. I always get the full mark. I like watching English films on TV. شكرا يا أولاد. وبكده نكون كتبنا أي يا أولاد 5 جمل عن مادتي المفضلة. ما ننساش يا اولاد نعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، اكتب يا اولاد في الكومنت في التعليقات اللي انتوا عايزينه. شكرا يا اولاد، والى اللقاء.